وفورا ولو حتى كانت الظروف في لائمة لأن هذا هو الحال. أتمنى أنا من أشد اللائمين على الشارع الليبي اللي مش خارج له أكثر من عندي صوتك تحية عمت ولا وأظن اللي تابع فيه الإعلام دائما طبعا كرة في الملعب مواطن لأن هو الأساس أنتم مع الشباب في أي مكان في كل مكان راهو المسألة ماشية للمرحلة الانتقالية أخرى ونحن ضدها ولكن ستفرض إن كان الشارع نائم. نحن حركة الثورة. الجلسة الجاية نحن حنكون معكم ونرفض أي مرحلة انتقالية أخرى. نحن يا أما انتخابات يا أما كان فشل الانتخابات يسلموها لجسم انتخابات هذه زبدة هذه زبدة هذه راني مستعد.